اختتم المنتخب البنيني اليوم الخميس تداربه استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي غدا الجمعة برسم مباريات دور الثمن بنهائيات كأس إفريقيا المقام حاليا بمصر. الحصة التدريبية عرفت حضور جميع لاعبي المنتخب البنيني، غير أن كل من الحارس فابيا فارنول وبارازي سيدو تدرب بشكل منفرد بسبب الإصابة التي يعانيان منها، حيث من المقرر أن يغيب عن المواجهة أمام الأسود بالإضافة إلى ستيف موني بسبب حصوله على إنذارين في دور المجموعات. وكشف كلود باكي الكاتب العام للاتحاد البنيني لكرة القدم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام المغرب المرشح للفوز، غير أنهم مستعدون لتحقيق المفاجأة ومواصلة المشوار الإفريقي. الماتش كونتر المغرب سي ماتش ا ديفي سي فري كو nous avons peiné devant le Cameroun avant d'être qualifié, mais l'essentiel c'est de se qualifier quelle que soit la manière. Et nous quittons un lion pour un autre lion, donc les lions de l'Atlas, le Maroc. Et nous entrevoyons ce match avec sérénité, avec quiétude et avec plein d'espoir et plein de surprises. Pour le moment, je ne peux pas parler avec certitude d'absence. Je sais qu'il y a deux personnes qui ont de petits bobos. Il y a le gardien Fanol et il y a le défenseur Barazé, et qui, comme vous le constatez, qui sont en train d'être pris en charge par les kidneys. Donc je prévois qu'ils ont de petits bobos. Mais je ne peux pas, en termes d'absence, confirmer. Ce n'est que les kidneys et l'entraîneur qui vont faire constater qu'il y a d'absence. ومن المقرر أن تجرى المواجهة المذكورة بين المنتخبين غدا الجمعة بداية من الساعة 5 عصرا بتوقيت المغرب على أرضية ملعب السلام.